أخبار فلسطين باختصار. استشهاد 26 فلسطينياً إثر قصف إسرائيلي على مدخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. الجيش استهدف تجمعات للنازحين قرب المستشفى بعد قصفه مبنى الجراحات التخصصية. ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارع طوباس إلى 4 فلسطينيين بينهم فتى بعد اقتحامه من قبل الاحتلال في الضفة الغربية. واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء تصديهم لاقتحام المخيم المحاصر منذ أسابيع. الجيش الإسرائيلي يحتجز مئات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة في معسكر للجيش بالنقب. عدد من المعتقلين توفوا بمعسكر الاعتقال، فيما يبقي الاحتلال معظمهم معصوبي العيون ومكبلي الأيدي. هيئة شؤون الأسرى تعلن امتلاكها لشهادة تدين الاحتلال بعمليات تعذيب مروعة. الهيئة قالت أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن مصير معتقلي غزة، محذرة من تنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم. مسؤول في منظمة هيومان رايتس واتش يدعو الاحتلال للتوقف عن سياسة التجويع باعتبارها جريمة حرب. المسؤول طالب بإنهاء العقاب الجماعي في حق الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي للتحقيق في جرائم الحرب. إلى اللقاء باختصار آخر.